تحية طيبة لكل مشاهدي ومتابعي قناة زاغروس الفضائية وبرنامج نسمات زاغروس. إن الطقوس تختلف من جيل إلى آخر، لكن العادات والتقاليد هي الثابتة. كيف تجد العادات والتقاليد العيد بين الماضي والحاضر؟ خليكم ويانا بهذا الاستطلاع. نفس التعادات ونفس التقاليد، ولكن انه تتغير بالعلم، بالتطور، بالعالم، بالناس. تعرفين انت اهل الريف من يجون، من ينتقلون، ناس جديده الى مكان متحضر، مكان مثل بغداد، فراح يكونون انه عندهم توعيه اكثر. فماكو فرق انه كان انه قبل او هسه، اختلاف من السماء للقاع. قبل كانوا يتحضرون الكل شيء، من الملابس، الكليتشة، حتى يعني أي شغلات. يعني هسه لا، كلها اختلفت. الناس يعني هادوب تريد تمشي حالها هيها. أكيد أكو اختلاف بين الماضي والحاضر، لأن الماضي كانت الأعياد عبارة عن اللمة والعائلة والقعدات والسوالف والكليتشة وكل هاي التفاصيل. هسه بالحاضر إنه أغلب الأعياد راح تكون مراسلات إلكترونية بسبب كثرة مواقع التواصل الإلكترونية، وحتى الموضوع اللي كليتشو هاي الامور، اللغه والايديات كلها صارت مجرد معايدات. وحتى اذا نوصل شيء نوصل من برا، ما راح نسوي اي شيء بالبيت. قبل يعني كان العيد، قبل التواصل مالته الناس تروح على ناس، ناس تجي على ناس، لان ماكو كان تواصل اجتماعي هسه مثل الفيسبوك وغيرهن وغيرهن. هسه لا، بالعكس، يعني هسه المعايدة قامت تجي عن طريق الواتساب، عن طريق الماسنجر تجي للناس، فصار هاي الطريقة يعني هي الأكثر. هسه الناس قامت ما تتواصل أكثر، العدة خارج العراق هم مثل هنيك عايدة، فاختلف يعني هواي اختلاف صار تقريبا. والله أكيد سابقا تختلف عن هسه. قبل يعني كان ماكو ظهور، قبل ظهور السوشيال ميديا ما كان اكو يعني سوشيال ميديا، يحب واحد يتعنى له من مكان لمكان. هسه لا، اكيد يعني السوشيال ميديا اثر اختلاف يعني جذري. التلفون او يعني سوى النت، الانترنت سوى العالم كلها قريه صغيره نقدر نقول. بس اكيد هسه يعني نقدر نقول اللي يحب يوصل. والله هو اختلاف جذريا صار. يعني قبل كانت لمه العائله يقعدون سوى، يعني لمه الاقارب حلوه. هسه لا، صارت كلها رسائل، واتساب، مخابرات، معايدات، بس بالرسائل كيعني ملتقى وقعده ونسى لا ماكو. يعني صايرين هسه اكثريه العالم ماكو يعني ناس تقعد ويا ناس وطبوا وطلع سوا، لا كل من حاير بروحه بتليفوناتهم. والله كانت بالسابق انه الكليتشه كانت هاي من تقاليد العراقيين القدامى طبعا. الكليتشه هسه قامت العالم توصيها تمام، وكانت العالم تتود موده يعني بين الاقارب والناس، والعالم تزور الناس، يعني العالم واحد يزور الثاني. هسه لا، هسه صار قطع الموده شويه قل، وجماعة الواتساب وعلى نستي وما أدري شنو.